لك شو عفنا ايش بلي واحد دري داوي بخير كذا صافي داوي فعد رمضان تدخل هذا الراجل ويدان فهم شو والو داوي تتقالش قاع الجدران فهم شو والو اخونا نديز شي با نقول لك رمضان هذا شنو هادشي لابسين والله ما نقول لك قاع الوداد ولا راه مول دربنا حنا نسرك ومعروف في كل ودادي فيه وبخير معانا كندور برودويش وما كيدور برودويش كي حنا نسر الوداد انا معروف فيه وبروش جات ديال خلاك تقول كاع الجدران في رمضان قول احترم راسك اختي ولا راك معروف هادشي اصلا لا حولك بروف اصلا وتشي راه معروف اختي وقدر راسك مره اخرى هادشي كنضرب برودويش ومنمشي عند نادم ودادي ونقول ليه كاع الوداد ولا ولا كاع الجدران والو خصو خاطينا روح رياضي هاي فهمشي كله كي علاش كينشامي فهمشي الديكور انا ما نعاشرش وداد كره ديما راجل والله يعلي الدرجة الشيء اللي نقول اخو المقابله اللي دير ان شاء الله اخو قال لك ما الجمهور اخو ولكن كي لويت عدو المشكل اخو نتمنى اخو اربح ازقى امني ما داروش خير رايح مع راس عواشر هذه اخو مبروك عواشركم الخوش الله يدخلكم الصحه والسلام المغرب المغرب بين خاسره بين يا ربينا مقابله وديه هاني غنبانوا حنا في الشاشه وصافي هادشي اللي كاين المهم مشاركه وصافي ربينا نريحوا بقايو تفرجوا في المنتخب ديالنا وبلاش يا خو الشيء لا اربع المنتخب عندكم تخرجوا راه ماتش ميكال ديال خويا اخوان عندك تخرج الشاف لوش لعيبه راه ماتش ميكال تشوفوا بين السلام عليكم لا 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 عندكم راه ماتش ميكال هذا رايحوا شربوا قهوه وسيروا ديالكم السلام عليكم خوت ديماراج الله يعلي الدرجه شكرا لك عليكم رد عليك بغيت رمضان على راسه ما هي اصلا راك ما كاين بلا رمضان بلا رمضان اللي بغى يترمضن راه كيترمضن على راسه والله يقول لك حق ما كاينش ما مقطوع فهمتيني راه هو بلا رمضان بلا رمضان كيكمي الناس وفاطين هو كذا هذيك ومكيف مع راساته هو بوحدو مع راسه وداخل مع الوقت ترمدينا انواع شنو الانواع ديال الترمدينا واش كاين اللي ما عنده كاين اللي ما عندوش باش غادي ياخذ كارو في العشيه مرة فطور مرمدن بنهار كاين اللي عاك يشوف عشيه لقطه بسيطه خاصو يتدخل فيها كيتسمى مقطوع اللهم ضحك مع راسي انت كيفاش كتعامل مع الناس اللي كيبغيو يترمدنوا عليك ما كيبغي ترمضن عليا اخويا كنقول له سير تشوفوا راه رمضان وكنمشي كنزيد والو فما ما بغيتش يتفاك معاه لا والله والله ما نضارب معاه واخا ما عرفتش شنو يدير وانا خرجك في البلان قال لك تبغيتك وانا نقول له مع الربعه باغي كتب ورا الفطور نشوفوا انا وياه واخا نسولك